الكل يرى ويعلم ماذا يجري في البحرين من تصعيد غير مبرر من الحكومة التي هجمت على الشعب الأعزل. هذا الشعب الدائر من أجل الحرية ومن أجل إسقاط هذا النظام الفاشل. طبعا أنا عندي بعض النقاط المستحدثة رأيتها بعيني اليوم. طبعا بعد هذا التصعيد تمت الحكومة توزع البلطجية على المناطق السنية مثل جلالي والحج والتيتين والرفاع، أخذوا يعطونهم هذه الأسلحة البيضاء، السيوف والأخشاب المدججة بالمسامير. أنا هنا أتساءل، الإدارة الأمريكية من زيارة نائب وزير الدفاع الأمريكي للمملكة البحرين، هل معنى هذه الزيارة بأن يوجه البحرين لتأجيج الوضع ولقمع المتظاهرين بأي طريقة كانت، وإلا أن نزيح هذه الحكومة؟ هل هذه الرسالة كانت واضحة يعني من أمريكا للبحرين؟ هل معناتها يا حكومة البحرين اقمع المتظاهرين وإلا نحن سوف نخلعك من هذه الكرسي بأي أسلوب؟ يكفينا هذا الوضع المتأزم ونحن نملك الأسطول الخامس في المنطقة. العالم وكل العالم أنظاره متوجهة للبحرين، ولذلك حكومة البحرين تريد أن تزيح